دونك فوالا هذه هي الكيك كيكه الدرع نتاعنا مازالت كي خرجت من الفور سخونه نخليها تبرد شويه وبعد اون بروسيدي بور لو ديمولاج. اذا هذه هي الكيك الدرع نتاعنا بعد ما نحيناه من المول كيما تشوفون هكايا. توا باش نقصوها هكايا من داخل باش نكمل نقصوها الكل. هذه هي خبزة الدرع نتاعنا، هذه هي كيفاش خرجت القوامة نتاعها. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة هذه. اذا كان عجبكم الفيديو حطوا لي جيم، اذا كان مازلتوا ما شاركتوش في القناة نتاعي ميرسي دو سابوني، اي بسلامة اي اوغفوار بور ان نوفو فيديو.